في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. مليار دولار وديعة سعودية تعيد الحياة للريال اليمني. شكلت الوديعة المالية إنقاذا عاجلا للعملة اليمنية عقب الانهيار الكبير الذي منيت به خلال الأيام القليلة الأخيرة بعد أن تجاوز حاجز 500 ريال للدولار الواحد. غير أن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتجاوز الوديعة كمعالجة آنية وطارئة، إذ تظل الهواجس حاضرة من عودة انهيار العملة المحلية لأسباب كثيرة أبرزها توقف الصادرات وسيطرة قوات الإمارات على الموانئ والمطارات وإصابة الحركة التجارية بالشلل. يرى مراقبون أن حصر الحل في إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني هو مجرد هروب عن جوهر المشكلة والمتمثل بشلل الشرعية وفشلها وعدم تمكينها من إدارة مواردها السيادية من قبل التحالف وعرقلة عودتها. بالمقابل ترتفع الأصوات المطالبة باتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالشفافية وترشيد الإنفاق وتغيير قيادات وزارة المالية والبنك المركزي وإنهاء الترهل في جسد الشرعية وتشكيل حكومة ذات خبرة اقتصادية تضطلع بمسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الحرجة. سلسلة من الإجراءات الواجب اتخاذها للخروج من المأزق اليمني والأزمة الاقتصادية تحديدا كما يراها اقتصاديون. فهل يمكن معالجة الحل الاقتصادي دون إدارة سياسية رشيدة تنجح في استعادة الدولة لمهامها على الأرض وتصبح الحكومة هي صاحبة القرار الأول، خصوصا أمام التجريف الحاد من قبل ميليشيا الحوثي للموارد الاقتصادية وما لحق البلاد من كوارث اقتصادية وإنسانية كبيرة منذ الانقلاب؟ لجوء ميليشيا الحوثي لإغراق السوق بعملات مزورة وسحب العملة الصعبة وتحويلها للاستثمارات الخارجية لصالح قيادات الميليشيا جزء من الكارثة. يتساءل الشارع اليمني عن المسؤولية الدولية تجاه بلد يقع تحت البند السابع. ألا يعتبر اليمن أولوية في الرعاية؟ فما الذي قام به المجتمع الدولي والدول الثمانية عشرة للحد من انهيار البلد؟ فيما يظل حسم العملية العسكرية وإنهاء الانقلاب أبرز الأولويات بالنسبة للحكومة والتحالف والمجتمع الدولي، ودون ذلك تظل المخاوف قائمة من إغراق البلد في معارك ثانوية تذهب باليمنيين بعيدا عن استعادة دولتهم.